اكمل معاك في النقطه دي لان دي نقطه مهمه قوي. بس اللقطه دي بالنسبه لي هي عائله الاهلي. عائله الاهلي اللي دايما من وجهه نظري بتوصلنا دايما ان احنا نبقى على منصات التتويج، بغض النظر زي ما انت بتقول ان احنا كسبنا امبارح يعني ايه اللي هيحصل يوم السبت لسه ما حدش عارف وهنتكلم فيه، ولكن هي عائله الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واقف بينتظر اللاعبين، بيسلم على كل لعيب. الحاجات دي يا شادي ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. كم موقف كابتن محمود الخطيب طلع رئيس بعثه اكتر من يعني البعثه جنوب افريقيا وقطر والنهارده هو اللي بيطلع رئيس بعثه. تعرف اللي في مباريات كانت مهمه جدا وكان التوقعات الاهلي يخسر والكابتن كان بيسافر. انت فاكر ماتش الهلال السنه اللي فاتت؟ بالظبط. ده كان ماتش، ده يعني ده كان ماتش من الماتشات اللي ده رئيس مجلس الاداره يتحمل مسؤولياته. رئيس مجلس الاداره مش كل ربع ساعه في القناه. رئيس مجلس الاداره بيقف يساند. ما بالك بقى في نقطه نفسي يا اسلام اشتغل، يعني انا اسف الانتعاب. لا طبعا اتفضل. لا 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 اتفضل طبعا. النهارده لازم تبين قيمه رئيس مجلس الاداره اللي هو كان لعيب كوره وبيتواجد مع الفرقه وبيتكلم معاهم بشكل شخصي بعيد عن الفنيات المدير الفني، ومش هيتدخل اكيد لان النادي الاهلي فيه قواعد. ولكن اما تبقى اسطوره من اساطير النادي وليك كاريزما كبيره ومحبوب من الكبير والصغير وانا بقعد معاك مسافر، ايه الرساله؟ ايه الرساله اللي موجوده في حاجه زي كده؟ قول لي. احنا بنسال المسانده. مسانده طبعا ودعم واسم. انا عين انا الطبيعي ان انا ممكن احد يسافر اقعد في البيت واحط رجلي على رجلي واكبر دماغي أنا وفي الاخر اطلع اقول كلمتين وخلاص. ولو قدر الله يحصل حاجه ممكن انا اتهاجم ولا يتعلق لنا المشانق، لكن تحمل المسؤوليه طبعا ده جزء كبير جدا من اداره النادي. كل اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين، يعني الاستاذ طارق قنديل كان متواجد، الاستاذ خالد مرتجي كان متواجد، الاستاذ محمد سراج، الاستاذ محمد الجرحي، كل اعضاء مجلس الاداره. لو انا شفت صوره لكل المجموعه دي يعني كان ليا الشرف. انا حضرت ناس بقى في التدرجات كلها، سياده الوزير الاسبق العمري فاروق، استاذ خالد مرتجي طبعا، كلنا المهندس خالد مرتجي طبعا، استاذ خالد رندلي الجرحي كان شاب وده ضماطي كان بيقعد في محافظ ماتشات جامده جدا، كابتن محمود الخطيب من صندوق بعدها نائب رئيس كان موجود مع الكابتن حسن حمدي وانجازاته بطولات مع بعض سنين طويله، الاستاذ طارق قنديل المحترم انا بحبه راجل طيب جدا، كله مش عايز انسى حد، جوهر نبيل، كل الناس، استاذه رانيا علواني، النجمه الكبيره استاذ ابراهيم الكفراوي، انا كل الناس طبعا، كل الناس في يعني علاقه شخصيه سنين طويله كمان ملاش علاقه بمناصب، فدي انا بسميها عيله الاهلي. عيله الاهلي بكره لو في ناس تانية هتلاقي دول اول ناس بيدعموا، ولو هم موجودين هتلاقي كل الناس في ظهرهم، لان في الاول وفي الاخر الكل شرب من ميه التتش وزي ما بيقولوا، وازاي كل واحد في لعبه ولا في مجال، في مجاله حاجه تشرف.